السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد وروتين جديد. نتمنى ان شاء الله تشوفوا هاد لا فيديو وتكونوا بخير وعلى خير وتكونوا ناشطين. خليكم معايا حتى للتالي. جديد عندي في القناة البنات، كنقول لها مرحبا بك وألف مرحبا، انضمي لعائلتنا الكبيرة وإن شاء الله مازال غدا تزيد تكبر القناة بكم نتوما إن شاء الله. المهم خليكم معايا، تابعوا معايا الروتين ديالي اليومي وغتشوفوا شنو غندير في هذا النهار هذا. المهم من بعد الفطور كيف ما كتشوفوا معايا غنمسح هاد البلاكارات هادو ديال الكوزينة من الغبرة برودوي ديال الخشب. المهم هكا واحد المسيحة هكا خفيفة. كنمسح هاد البلاكارات هادو من الغبرة على الأقل مرة في 15 يوم بحال هكا. متنساوش تخليو ليا في التعليقات الاراء ديالكم، والى عندكم شي اقتراحات يعني تبغوني نقدم لكم شي حاجه في القناه خليوها ليا كذلك في التعليقات، واكيد غنقرا التعليقات ديالكم كاملين. ولي عند شي اقتراح ان شاء الله غدا ناخذ بعين الاعتبار. ساليت البلاكارات ديال الكوزينه كيف ما شفتوا معايا، غنمسح هاد الطابلوات هادو غير بشي سربيته هكا ناشفه من الغبره حتى هما كيتغبروا. هذا السوبيره هذه ودرته في الاخرى ديال الزاج حتى القهوه حتى هي انايا غنعمرها هنايا، كنخليها تبقى هكا حبوب. ملي تنبغيها كنطحنها غير القياس اللي غنستعمل باش هكا كتبقى مزيانه ما كتبردش. وهاد الزبيده البنات بلديه زوينه، كنديرها في الفريغو يعني في المجمد. كناخذ غير القياس اللي غادي نستعمل هو اللي كنديرو هنايا في هاد السليفه هادي، حيت الا بقات في الثلاجه لتحت كتولي بحال السمن مملح
المهم ما كتعجبنيش انا داك المذاق، ما كيعجبنيش هكا مع اتاي ولا القهوه في خبيز، ما كيعجبنيش. ممكن نبغيها تبقى طريه فيها مذاق الزبده بلديه. والجلبانه فركتها وانا غادي نديرها هنايا في هاد البلاستيكه هادي، وغنديرها في مجمد حتى هي. ودابا البنات غنتقاسم معاكم هاد الطويجين، هذا كيجي زوين بزاف. دائما كنحضره بهذه الطريقة هذه. غادي نستعمل فيه الحجل بلدي. مهم بالنسبة للتوابل غنستعمل، مهم غنستعمل السمن الملح، واحد المعلقة صغيرة، شوية الملحة، شوية الابزار، وشوية الخرقوم بلدي، وشوية سكنجبير. المهم هكا كان هكا كان نصب الطاجين ديالي. غادي نضيف الثومه، واحد 4 الفصوص ديال الثوم اللي حيدت ليهم النباته ديالهم اللي كتكون لداخل، كتعطي داك المذاق ماشي تلهيه. المهم دابا غادي نزيد الثومه على داك السمن وديك العطريه ومليحه. دابا ضفت الربيع، الكزبر والمعدنوس، وضفت واحد نص كاس ما بين زيت الزيتون وزيت نباتية. صافي. وغنشرمل هاد الحيمة هادي ديال الحجل. غادي ندخل فيها هاد المقادير هادو اللي درت مزيان، باش هكا غيجي بنين. تحت، وغادي نحط فوقها هاد الحيمة هادي بهاد الطريقة هادي. وغادي ندير هاد الزعفران هذا اللي درتو في شوية الماء، الزعفران الحر. ما غاداش نستعمل الملون لانه ما مزيانش، وكنحاول ما امكن اني نبعد عليه. وهاد شوية ديال الحامض المرقد غنديرهم من الفوق. صافي. دابا درتو على عافية مهيلة، وغادا نرويه بشوية الماء. ما كنستعملش يعني عادة في الطاجين نهائيا الماء، ولكن دابا حيت راني نستعمل الحجل كياخد طياب ضروري خاصو هكا الماء باش غادي يطيب على خاطرو، لانه كياخد شوية طياب، كيكون شاد شوية يعني قاصح. استعملت تقريبا واحد جوج كيسان ديال الماء. صافي. وغنخليه على عافية مهيلة كيطيب حتى التالي، وغندير الزيتون. ودابا صافي الطاجين ديالي طاب. درت واحد شوية ديال الحامض مصير الفوق، زدته حتى هو، وكندير الزيتون. المهم هاد الزيتون مصايبه غير في الدار،
زوين بزاف وكيعجبني هكا في الطاجين. المهم دابا غنخليه غير واحد شوية، تقريبا واحد ربع ساعة وغادي يكون واجد. صافي، ها هو الطاجين ديالي وجد كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي لذيذ بزاف خصوصا بالحجل والحجل البلدي. الحامض هو هذا اللي استعملت في الطاجين، كنصايبه في الدار حتى هو كيجي زوين، كندير معاه صوص ديال الثومه كيجي زوين بزاف. وان شاء الله في شي فيديو ماجي غندير معاكم الطريقه كيفاش كنحضره. وهذا الزيتون حتى هو رقدته. المهم الزيتون دابا محاش واش باقي باش غنشارك معاكم الطريقه. المهم حتى هو كنرقدو في الدار كما كتشوفوا معايا، حتى العام الماجي ان شاء الله ونشارك معاكم الطريقه. المهم نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، ما تنسونيش من اللايك والاشتراك كذلك في القناه بالنسبه للناس الجداد اللي غيدخلوا القناه ديالي. مرحبا بهم. المهم تهلاو في راسكم، نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. تهلاو في راسكم، تلاقاو مع فيديو جديد وفي امان الله.